وقوالبك كان بها سابقا الإرهاب، لكن حاجه يجب السهر عليها هي مقدسه، حاجه مقدسه هي قرينه البراءه عند الاشخاص. عدم الأخذ برسائل التبليغ المجهولة لا يعني التفريط في المساعدات التي يقدمها المواطن بين الفينة والأخرى إلى الجهات الأمنية والقضائية، غير أن إرفاقها بالأدلة الضرورية يظل أمرا واجبا. الحديث متابعينا الكرام حول هذا الموضوع ولإطراء هذه التعليمة المقدمة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هنا معي في البلاتو أمين بن كراودة محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. أهلا بك، مساءك سعيد أستاذ. شكرا للاستضافة. أهلا بك. وكذلك من الجانب الاقتصادي سأتحدث مع الأستاذ بلال عوالي، هو كأستاذ في الاقتصاد. أهلا بك، مساءك سعيد أستاذ، أنت معنا عبر سكايب. مساء النور أختي، وشكرا لك على الاستضافة. أهلا بك. البداية ستكون معك أستاذ أمين بن كراودة، سنتحدث عن تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلقة بعدم الأخذ بالتبليغ عن طريق رسائل المجهولة، هي رسالة موجهة للطاقم الحكومي وللأجهزة الأمنية كقانوني ربما أستاذ وكمحامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ما هي قراءتكم لهذه التعليمة؟ حقيقة التعليمة التي جاء بها رئيس الجمهورية هي خطوة محمودة جدا. لماذا؟ لأنه نحن يوميا هذه الرسائل المجهولة هي أصبحت الحجر الذي يعكر صفو تسيير الاقتصاد الوطني. لماذا؟ يجب أن نعود بالماضي إلى قانون الإجراءات الجزائية، لأن التعليمة التي جاء بها رئيس الجمهورية هي تعليمة التي سوف تترجم مستقبلا إلى نص قانوني على ما أظن، أنه يكون واضح لمعالم أنه لا يؤخذ بالرسائل المجهولة، لأنه كان الإشكالية هذه مطروحة وتصب في الفكرة العامة التي تنص على رفع التجريم على فعل التسيير، نقطة مهمة جدا والتي نكافح عليها مدة عقود. أنه الرسائل المجهولة كان في قانون الإجراءات الجزائية على ما أظن نقطة مهمة، المادة 6 مكرر التي تم إلغاؤها مع الأسف، بعد ذلك تم إلغاؤها. المادة 6 مكرر هذه حبذا لو أنها سوف تعود إلى قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه الشخص المخول قانونا لإيداع الشكوى أنه يكون ما يعرف باللغة الفرنسية لزوريان دو جيستيون، يعني مجلس الإدارة فيما يخص الشركات الوطنية، هي التي تكون مخولة قانونا وتكون عن طريق ريزوليوشن على مستوى مجلس الإدارة أنه يمكن إيداع الشكوى إذا تم وجود ثغرات مالية أو قضايا فساد على مستوى الشركة، ولا يكون من هب ودب يتم بإرسال رسائل مجهولة. وفي 2016 رغم وجود تلك المادة ولم تكفي ولم تقوم بما كنا نأمل إليه أنه يتوقف الرسائل المجهولة، لأنه كان من كان يترجم رغم هذه المادة من أعضاء النيابة أنه بمجرد وصول التبليغ إلى النيابة تفتح تحقيق. التحقيق الابتدائي، انه هنا كاين نقطة إشكالية مطروحة، يقول لك النيابة أنا نفتح تحقيق ابتدائي رغم الرسائل المجهولة، لكن ليس بالضرورة أنني نتابع في الشخص، لأنه على مستوى الضبطية القضائية الشخص الذي يتم سماعه يمكن أن يكون مشتبه فيه ولا يوجه له الاتهام من طرف النيابة، لكن إذا نقول رئيس مجلس إدارة أو مدير شركة وطنية يتم بمجرد أنه تلحق له استدعاء من رجال الضبطية القضائية، هذا يعتبر هو يعجز في العمل تاعه ويكون الأمر هذا اللي يكون الرسالة، هذا الاستدعاء الذي يوجه له أنه يمكن أنه ما يخليش يسير الشركة بطريقة حسنة، حتى بمجرد أنه يسمع على مستوى الضبطية القضائية هذا الإجراء في حد ذاته يشكل عثرة أمام المسير الجزائري في اتباع أعماله. وبالتالي الخطوة التي جاء بها رئيس الجمهورية من خلال عدم التحريك بين قوسين الدعوة العمومية بناء على الرسائل الجمهورية، نظنها أنها نقطة سوف تعطي ديناميكية
للاقتصاد الوطني وتسيير المؤسسات العمومية. طيب أستاذ أمين بن كراودة، دعني فقط أعود للأستاذ بلال عوالي، أنت معنا عبر سكايب وعلى المباشر أستاذ، أعيد وأرحب بك. طيب تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تأثيرات هذه الرسائل المجهولة عن المؤسسات الاقتصادية، خاصة أن الرئيس أكد على أن هذه المؤسسات الاقتصادية وفي ظل المشاريع الاستعجالية بالدفع بعجلة الاقتصاد قد تؤثر سلبا. أنت كخبير في الاقتصاد أستاذ، هل تؤكد أن هذه الرسائل كانت قد مست بالاقتصاد الجزائري؟ والله هذه أتت في وقتها، خاصة يعني قبل أن نشرح هذا التعليم لابد أن ندرس الواقع، الواقع الذي أدى إلى إصدارها من طرف رئيس الجمهورية، وإن كان تطرق إليها في المجلس الأخير الذي جمعه مع الولاة، حيث أبانت هذه التعليمة أنه الجزائر الجديدة مبنية على أسس الحوكمة، ما يعرف بالحوكمة الاقتصادية. كيف ذلك؟ خاصة وأنه كما تعلمين الواقع المعاش الذي يدعو إلى تبني الحكم الراشد من خلال الأزمات، وبالأخص الأزمات المالية، ومن خلال حجم الفساد الكبير الذي شهدناه مؤخرا والذي ترجمته مختلف المحاكمات. كقراءة أولية لهذه الرسائل المجهولة من ناحية القانونية أجاد الأستاذ الذي هو لديك، لكن أريد فقط أن أضيف أنه ليس فقط يعني ليس فقط المؤسسات الخاصة، يعني المؤسسات العمومية من ناحية التسيير، كذلك الإدارات. الإشكال هو عند إيجاد رسالة مجهولة من طرف شخص مجهول لا نجهل النوايا، هذا هو الإشكال. كما قال رئيس الجمهورية، هي النوايا الفاسدة، النوايا المال الفاسد الذي كانت تعرقل مسار إنجاز الصفقات كما هو معلوم. فقط أريد أن أنوه أن قانون الصفقات العمومية الذي يجبر أن تكون هناك مصادقة من طرف مسير الإدارة العمومية، فرضا أنه تم تبليغ الضبطية القضائية بموجب رسالة مجهولة عن هذه الصفقة، سيقوم بتوقيف هذا المسير، وبالتالي ستتوقف مختلف المصالح، وإن كان الصفقة العمومية المبرمة ذات طبيعة استجالية تخدم المصلحة العامة. الإشكال في هذه القراءة، في هذه التعليمة، هذه أتت في وقتها، يعني كبدت خسائر كبيرة. كيف أنه تكون هناك ديناميكية، نتحدث عن قفزة، عن إقلاع اقتصادي، وهناك رسائل مجهولة تقتل مبادرة المسيرين، تحدهم، حتى أنه التعليمة قالت بلي أنه المسير أصبح في الجزائر يخاف يسير. وكذلك أضيف أن رئيس الجمهورية في مجلس في الاجتماع تاع الولاة قال أنه أنا لا أحاسبك على أنك تأخذ خذ المال، لا أحاسبك على التسيير، وإنما أحاسبك على أنك تأخذ المال لأغراض شخصية. فكيف أنه برسالة مجهولة من مجهول له انتقام، يريد أن ينتقم أو أن لم يتحصل على صفقة، يقوم بتبليغ بأسس واهية فتقوم بتحريك الدعوة القضائية التي بسببها سيتم عزل المسير، وبالتالي هنا تعطيل مصالح كبيرة جدا بالنسبة للمتعامل، بالنسبة للشركات الاقتصادية. كيف أنه إذا تم إيقاف مسير، من سيقوم يعني هذه الفترة هذه التي سيأتي مسير آخر إلى المتابعة هذا المسير، كيف من سيقوم بتخليص الأشكال في هذا الأمر؟ هذا عرقلت عدة مشاريع إنجاز في هذا الأمر. طيب أعيد معي فقط أستاذ بلال عوالي، جميل ابقى معي فقط أستاذ بلال عوالي، عودة للأستاذ. دعوني أرحب بي أستاذة مسلمة خديجة، محامية معتمدة لدى المجلس الدولة ولدى المحكمة العليا، أهلا بك، مساءك سعيد وأهلا بك معنا أستاذة. شكرا على الاستضافة. طيب ربما الحديث دائما حول تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلقة بعدم الأخذ بالرسائل المجهولة والموجهة للطاقم الحكومي والأجهزة الأمنية، كان أعطاني الأستاذ أمين بن كراودة قراءة، يعني حبذا له أستاذ تعطيني ربما الدواعي اللي خلات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن يعطي هذه التعليمة، خصوصا ونحن في مرحلة تمتاز بمحاربة الفساد. سيدتي، يجب أن نعلم ما هي أيضا دواعي أن الشخص يلتجئ إلى بعث رسالة مجهولة. أن هناك افتراضين، الافتراض الأول أن يكون الشخص الذي يبلغ
أنه يسعى إلى إيصال المعلومة إلى الجهات الرسمية لفتح تحقيق، لأن هناك تلاعب بالمال العام من طرف المدير العام أو من يعلوه في الرتبة الإدارية أو في سلمه، وكذلك الطاقم الإداري. وربما هناك افتراض ثاني، وهي الدعوة الكيدية أو الوشاية أو الانتقام من جهاز إدارة صارم يقف في وجه الفساد. إذا كنا نؤمن اليوم باللي محاربة الفساد راهو أصبح منظومة الدولة، لأنه سابقا كان الفساد هو منظومة الدولة، لكن اليوم وفي انتظار الجزائر الجديدة فإن محاربة الفساد هي المنظومة الأولى، ومن يعول عليها في محاربة الفساد السلبي والإيجابي والوصول إلى دولة تحتكم إلى القانون وتحتكم إلى الصرامة في تطبيق القوانين. إذا تكلمنا في هذا الظرف بالذات على أننا ننتهي ونبتعد عن مناورات يقوم بها بعض الأشخاص في بعث الرسالة المجهولة، اعتقادي أن هذا الأمر لم يكن وليد الساعة أيضا. فنرجع شوية في الماضي، نصيب هذه المبادرة كانت محل نص قانوني، وقع تعديلات في 2015، والأستاذ راه معنا في الآخر ويعرف هذا الأمر، وين كانت المادة 6 مكرر تعتمد على أنه الشخص اللي يعمل في المؤسسة الاقتصادية المالية أنه يكون الشكوى مبادرة من داخل المؤسسة ذاتها. ثم وقعت مشاكل أنه أصبح المبلغ يتلقى صعوبات، يتلقى ضغوطات، يتلقى تهديدات، وفي بعض الأحيان حتى الطرد النهائي من المؤسسة اللي يعمل فيها. إذن كان الموظف العمومي في مواجهة هؤلاء الأشخاص اللي بلغوا أنه صحيح لم يكن لهم هذه الحماية. الموظفين يخافوا عن أي إجراءات يتم اتخاذها غير ليس لصالحهم أستاذ فقط، وهو الأمر ربما اللي دفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأكد أنه المبلغين عن الفساد سيكونون يعني محميين من طرف الدولة. هو الأمر اللي خلى ربما تكون يعني بالنسبة للمبلغين يكون عندهم قابلية، وهذا الأمر اللي خلى ربما الرئيس عبد المجيد تبون يلغي الرسائل المجهولة، لأكد أنه هذا الرسائل المجهولة قد تمس بالإدارة الجزائرية وبالاقتصاد الجزائري، لكن في المقابل أعطى يعني ضمانات بالنسبة للمبالغين، وأعطاهم كذلك أنهم ضمانات من جانب أنهم سيكونون محميين من طرف الدولة الجزائرية، ليس كذلك؟ سيدتي دعيني أقول لك من خلال الخطاب وما لمسته من مضمون الخطاب، أن هناك رئيس الجمهورية وجه ثلاث ملاحظات موجودين الداخل في النص في حد ذاته. تكلم عن الموظف العمومي الذي يخاف ويخشى الرسالة المجهولة، فإذا أصبح أداؤه سلبي وغير قادر على أدائه. صحيح. ولا وتراه يخشى ويخاف أن يأخذ المبادرة لتسيير قطاعه كما يجب. أما النقطة الثانية فتكلم على تمييز بين الأفعال التي يقوم بها الموظف العمومي، فقد يكون ذلك الموظف القاصر الغير الكفء الذي لا يستطيع تسيير قطاعه، وذلك المسير الذي يمتهن أن يجعل من وظيفته سجل تجاري. صحيح. ويقوم بأفعال مش شأنها الحصول على امتيازات له أو لغيره بالمقابل حتى. وفي التالي عفوا تفضل دعيني أكمل فكرتي سيدتي. وفي الأخير وجه نداء ضروري ومهم لكل وسائل الإعلام أن يتوجه المواطن، إذ أخفق في إتيانه لهذه المعلومة في جهات أخرى، أن يتوجه لوسائل الإعلام. إذا سمحت بعد ندخل في النقطة هذه، لأنه هذه نقطة صح راح تتميز بالعلانية، العلانية أمر طبعا العلانية، لأنه يقابله جريمة القذف من جهة أخرى، وبالتالي على الصحفي أن يتحرى الحقيقة بدقة. هذه نقطة لكن لا لا وجب أن أتحدث عليها. لكن وكيل الجمهورية عفوا، لكن في نفس السياق. طيب. لكن لماذا وكيل الجمهورية يعتمد على الصحافة بالدرجة الأولى؟ لأن الصحفي ليس مجبر أن يكشف المصدر،
هي نقطة ذكية من طرف رئيس الجمهورية، وبالتالي نصبح بين رسائل مجهولة وغير مجهولة. ما قال صحفي، وبالتالي الصحفي سوف يتطرق لكل الملف، ومن خلال قراءة الملف سوف يحقق في الوقائع ويشوف لأنه لا تشكل وقائع قذف، لأنه من جهة يخاف على السمعة أو يخاف على المتابعات القضائية أمام المحاكم، ومن جهة أخرى يمكن تبليغ عن الفساد. لكن حتى أنه هذه النقطة اللي حابة ربما نفتحها معك أستاذ أمين بن كراود، أنه رئيس الجمهورية أكد أنه في المقابل هي أكد أنه لا نستطيع أن ننكر أنه هذه الرسائل المجهولة ساعدت على كشف العديد من قضايا الفساد في المؤسسات الاقتصادية بالبلاد، لكن بالمقابل أكد أنه فيه بالنسبة بالرسائل المجهولة استعملت لأغراض شخصية من أجل تشويه سمعة بعض المسؤولين، وهو الأمر اللي ربما ساهم في تشويه السمعة ومنه تهديم هذه المؤسسات الاقتصادية. شوف، لكل إجراء أمور الإيجابية وأمور السلبية، هذه لا يمكن أن ننكرها. الرسائل المجهولة السلبيات التي جاءت بها أكثر منها إيجابية. نعطيك مثال على أن الرسائل المجهولة تشجع الفساد. كيف ذلك؟ في بعض الحالات لمسنا في الواقع أنه يمكن أنه مسير يكون تحت في اختصاص ضبطية قضائية، ويكون تحت رحمة رجل الضبطية القضائية، وذلك رجل الضبطية القضائية مع كل احترامي لرجال الضبطية القضائية أنه سوف يجيب شخص ويقول له دير رسالة مجهولة، هذه واقع معاش عايشينه، يقول له دير رسالة مجهولة، دير لي رسالة مجهولة وأنا نفتح التحقيق أمام ذلك المسؤول، ويبدأ يساوم في هذاك المسؤول إلى أبعد الحدود، دخل لي شخص يخدم عندك، دير لي هذا الشيء، وبالتالي تلقى مدير إدارة يقع تحت وطأة ضابط شرطة قضائية ويقعد يساوم فيه، وتلقى هذاك راجل الضبطية القضائية في الاختصاص تاعو هو تلقاه يولي يسير المؤسسة بطريقة غير مباشرة. وبالتالي السلبيات تاع هاد الرسائل المجهولة سلبياتها أكثر من إيجابيات. لكن نعاود نولي المادة 6 مكرر، اللي كنت من أنصار المادة 6 مكرر التي تم إلغاؤها، أنه المادة 6 مكرر تضع عاتق المسؤولية على زورغان دو جيسيون، على مثلا عندما أغلب المؤسسات العمومية فيها ما يعرف بمجلس الإدارة. مجلس الإدارة يسير بطريقة جماعية، نقطة مهمة جدا، إذا سير بطريقة جماعية يولوا ما يخافوش، وبالتالي عندما يديرون ريزوليسيون في مجلس الإدارة من أجل إداء شكوى ضد شخص فلان أو علان تكون المسؤولية جماعية، ولا يخف المسؤول الجزائري من أجل المتابعة. وإذا وجدت قضايا فساد ولم يتم إداء شكوى سوف يعاقب الشخص الذي أخفى الجريمة على السلطات القضائية. وبالتالي نظن أن الرسائل المجهولة انتهى عصرها، وكان في السابق وإن كانت تعليمات من نفس النوع لكن لم تترجم جيدا ولم تحترم، لكن سواء من رجال ضبطية أو من النيابة. حتى نضع المشاهد الكريم في الصورة، حتى ولو أن الرسائل المجهولة انتهى عهدها كما سبق وأشرت، بالمقابل وجب أن ننوي الرأي العام على التبليغ طبعا عن الفساد، بما أن رئيس الجمهورية أكد أنه محاربة الفساد وربما عدم الأخذ بالرسائل المجهولة هو لا يعني أنه محاربة الفساد قد انتهى، لكن هنا بالمقابل ربما وجب إعطاء ضمانات للمبلغين سواء في المؤسسات الاقتصادية، وهنا ربما هل من ميكانيزمات طبعاً نقدمها طبعاً للمشاهد الكريم حول كيفية التبليغ حتى يحمي نفسه من أي ضرر في الشركة، إقصاء أو إجراءات أخرى ربما قد تقام ضده. نعطيك مثال، سمحي لي زميلة محترمة، نعطيك مثال مثلا في قضايا المخدرات. في القانون الإجراءات الجزائية الجديد يوجد ما يعرف العنصر المتسرب، نحن نلمسه في الملف ولكن لا أحد يعرفه، يمكن يعرف القاضي ويجي يشرح له، يمكن يعرف وكيل الجمهورية ويجي يشرح له، لكن الأطراف يمكن أن نقوم بنفس الشيء في قضايا الفساد وتكون ميكانيزمات تحمي الأشخاص المبلغين، لكن رئيس الجمهورية راح أبعد من ذلك، راهو يقول للسلطة الرابعة يا صحافة إذا جاءكم قضية فساد، وبالتالي الصحفي له مستوى علمي وله مما يمكن له أنه يتحرى في الملف حتى يمكن أنه يستشير بأخصائيين هل تشكل هذه العناصر قضية فساد أو لا. لكن قضية الفساد عندما تكون ثغرات مالية
فاضحة، لأنه كان بعض الحالات من كيف قضاء الفساد وين نقولوا سوء التسيير. سوء التسيير بالنتيجة ليست بقضية فساد، يقدر تكون لا تكون نية سيئة من قبل المسير من أجل في بعض الحالات. كان عندنا بعض الحالات وين قانون الصفقات العمومية أو النظام الداخلي للشركة لا يحل معضلة استعجالية في شك، في بعض الحالات أن المسير الجزائري يضحي بنفسه ويضحي بمسؤوليته باش باش طبعا باش أستاذ بعد التبليغ راح يكون فيه تحقيق طبعا في الميدان. لكن الإشكالية المطروحة أنه لا يمكن للقاضي أن نضع القاضي 100% في مكان المسير. إشكالية مطروحة كبيرة، أو النيابة، لأن النيابة والقاضي سوف يطبق النصوص بحذافيرها. طيب. يقولوا على ما احترمش النص الفلاني وما احترمش، لكن في بعض الحالات كاين وضعيات في التسيير حتى النصوص الإجرائية أو التي تسير الشركات الوطنية لا تفي بالغرض المطلوب. طيب قبل أن أعود للأستاذ بلال عوالي أعود إليك أستاذة مسلم خديجة، حتى كما سبق وأشرت نوضح وبالتفاصيل وبالتدقيق حول هذه القضية. نعطي مثال ربما حي بالنسبة للمتابع الكريم، مثلا كشخص معنوي أو شركة أو شخص طبيعي يعني يريد أن يعني عنده تبليغ يريد أن يقدمه لسلطة إدارية ما، طبعا الخطوة الأولى هو التبليغ، يقدم كرسالة لسلطة إدارية قبل أن يتم التبليغ إلى سلطة ربما أو طرف القضائي في هذه القضية. هناك رسالة تكتب تبعث للسلطة الإدارية من والي أو من رئيس دائرة، ومنه إذا كان يعني ما فيش تحرك من طرف الأخير اللي كنت أنا ذكرته سواء والي أو رئيس دائرة، هنا هل يحق للطرف المدني يعني سواء شخص معنوي أو شركة أو رئيس جمعية الذي يريد أن يبلغ، هل يحق بكتابة شكوى للنيابة العامة؟ يعني هل من حق المواطن، هل يملك هذا الحق أنه يبعث برسالة للنيابة العامة؟ أشكرك على هذا السؤال، وهذا هو اللي كان في مقدمة الموضوع. لما نتكلم عن المبلغ، من هو المبلغ؟ نطرح السؤال، من هو المبلغ؟ هو المواطن البسيط الذي ليس له أي دخل لا في مؤسسة لا من قريب ولا من بعيد. جميل. إنما هو مواطن صالح طرأ له وقائع معينة قد تشكل وصف الفساد أو تبديد لأموال عمومية، أن يطرح هذه الشكوى أمام الجهات الأمنية قد فتح التحقيق. طيب. إذن هذا المبلغ فهو المواطن العادي الذي هو غيور، فله كل الحماية القانونية، لكن دعيني أقول لك لا يوجد نص قانوني لحد اليوم يحمي المبلغ. التعديلات المنتظرة والمرتقبة على قانون 0601 الخاص بمكافحة الفساد والوقاية منه هو في ورشة تعديلات. نظن على حسب اطلاعي لا يوجد هناك مقترح في هذا الباب، لكن رسالة سيد رئيس الجمهورية أو تعليمته التي وردت إلى أعضاء الحكومة وكل الجهات الأمنية، أنا نظن من باب أولى أن نقفز على الفرصة اللي رانا نراجع في قانون 0601 أن تقدم لهم هذا المقترح لحماية المبلغ، لأننا عندنا ميكانيزمات التبليغ عبر عدة آليات. مثلا إذا تكلمت على الشخص المعنوي، الشخص المعنوي يفتح حساب لدى بنك. طيب. البنك عندها جهاز وآلية رقابة تسمى التصريح بالشبهة. كل ما كان هناك مكامن لتبييض الأموال أو للفساد، فعلى مسير البنك أو مديرها أو الشخص الذي على دراية بهذه المعلومة أن يصرح ضمن عريضة معينة تسمى التصريح بالشبهة، ويقدمها إلى خلية الاستعلام المالي التي تقوم بالتحري في المعلومات الخاصة بهذا الشخص المعنوي أو الشركة التي يفترض أو يشك أنها تمتهن تبييضا للأموال أو طرق أخرى من طرق الفساد. أعطيك آليات أخرى، عندنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عندنا مجلس المحاسبة، عندنا ديوان المركزي لقمع الفساد، لكن عطنا الجمارك. قد لا يكفي عدنا في بعض الأحيان، لكن وجب في بعض الأحيان أستاذ ربما يشاطرني الرأي، ربما وجب أن يكون التبليغ من قلب المؤسسة، قد يكونون ربما هم الأدرى بالأمر، لكن قد يخافون من كل أساليب الإقصاء وأساليب الظلم المنتهجة ضدهم. لا نستطيع أن ننكر أنه في أساليب إقصاء وأساليب ظلم كل من يبلغ عن ملفات فساد أو ربما بعض التجاوزات من طرف مسيري المؤسسات. مثال حي الأستاذة الكريمة أشارت إلى التصريح بالشبهة،
أعطيك مثال حي وقع لشخص كان يبيض في الأموال، هو قابل للسجون الآن، كان يدير عدة عمليات أمام موثق، الموثق هذا كشف العمليات بأضخام بضخامة المال اللي كان يديره عنده، راح صرح بالشبهة. غدا بعد 24 ساعة يجي له يقول له ألا صرحت بيا؟ يعني أنه بشوفي في بعض الحالات حتى السر المهني لا يحفظ 100%. طيب أستاذ يعني ربما يعني كاين أمور واقعية عايشينها، يعني الإنسان ما نقدروش أنه هو صرح الموثق هذا قالك من يوم هذاك ما عاودش ولا قد زابون يعني أن هو حب يدير أمور قانونية في إطار السر المهني وفي إطار مكافحة الفساد، لكن لقى وجد نفسه أنه في في يعني في حلقة مفرغة يعني. طيب هنا نعود إلى الشق الاقتصادي. سمحي لي برك كاين نقطة برك فيما يخص الأستاذة، أشارت إلى عدة مؤسسات لمحاربة الفساد. سبحان الله كل هذه المؤسسات ولم نتمكن من محاربة الفساد، يعني الإشكالية ليس في الكم وإنما في 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 لاكاليتي، يعني أنه في نقدر يكون عندنا مؤسسة واحدة تكافح الفساد ويمكن أن تحاربه بكل شجاعة وأفيك يونيفيكاسيتي انفايب. هذا هو المنطلق في هذا النقاش اليوم، وبالتالي أن ننمي في المواطن روح التبليغ وثقافة التبليغ. هذه النقطة، هنا أعود للأستاذ بلال عوالي، هو كخبير في الاقتصاد عبر سكايب، أنت معنا أستاذ. أهلا بك من جديد. طيب أستاذ، كما سبق وتحدثت مع ضيوفي الكرام حول نقطة مهمة وهي التبليغ، هل ترون أستاذ أنتم كخبراء في الاقتصاد بأن الرسائل المجهولة أدت إلى تخوف أصحاب بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية إلى عدم المبادرة في الإنتاج في إطار مشروع أو المشاريع الاستعجالية بالنهوض بالاقتصاد مجددا؟ والله كما قلتي انه الرسائل المجهوله لها شقين، شق ايجابي وشق سلبي، ولها الشق السلبي اكثر من الشق الايجابي، وان كانت قضت على بؤر لبعض الفساد المفسدين في الادارات، لكنها لها روح انتقاميه. في التعليم تم التفصيل ذلك، قال رئيس الجمهورية إن الشائعات التي غالبا ما يروج لها أصحاب المال الفاسد هي التي تغذي هذا الجو العاكر، هي التي أصبحت هذه الرسائل المجهولة سلبية. الآن هذا كتشريع للتعليمة ونسقطها للواقع الاقتصادي. هي التعليمة أول مرة التعليمة فيها حلول، يعني عادة من التعليمات وكان هناك انتقادات ثم فقط انتقاد ودون الحلول، لكن هذه التعليمة أعطت الحلول. الحلول الأولى قالت بلي أنه لابد علينا من التفرقة ما بين الفساد المبيت بنية وما بين سوء التسيير الذي يقوم به المدير، يعني هذه السلطة تعود إلى القاضي. وأشاطر الرأي الأستاذ حين قال أنه القضاة ما ينجموش يعرفوا طريقة التسيير الإداري الفعلي ضمن الإدارات، يعني كيف كان هناك فساد، كيف تبين النية تاع الفساد، كل هذا الأمور أتت هذه القاعدة. كذلك أعطت حل آخر وهو أنه تنمية روح التبليغ لدى الشعب الجزائري. أنا فقط أريد أن أشير، أنا موظف عند إدارة عمومية، رأيت فسادا إذا قمت بالتبليغ عن طريق وسائل الإعلام كما قالت التعليمة أو قصدت الضبطية القضائية، هل هذا لا يتناقض مع السر المهني المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية؟ هذا هو الإشكال. كذلك نقطة أخرى، كيف تقتل الرسائل المجهولة الاقتصاد؟ تقتل الرسائل المجهولة الاقتصاد عندما تكون النية سيئة، وعندما تكون هناك أصحاب المصالح يريدون تعطيل بعض المشاريع. أعطيك كذلك مثال من ناحية الجماعات المحلية، عادة الجماعات المحلية عندما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي متابع قضائيا، بمجرد متابع قضائيا بين قوسين قلوا متابع قضائيا بناء على رسالة مجهولة، سيتم توقيف الرئيس مجلس الشعب البلدي من قبل الوالي. الآن إذا تم توقيف رئيس مجلس الشعب البلدي من قبل الوالي، ستتوقف مختلف الصفقات العمومية المبرمة ريثما يتم تعيين شخص آخر في تلك الفترة هذه. إذا كانت هناك صفقة أو أي استشارة يعني استعجالية تخدم الاقتصاد الوطني سنقتلها، وأي مستثمر في هذا المجال أو أي مقاول يتخوف من هذا الأمر. كل هذه الأمور رآها رئيس الجمهورية أنه أراد أن يضرب عصفورين بحجر، أراد أن يحقق ديناميكية للاقتصاد من خلال نزع هذه الرسائل المجهولة لكي لا تتوقف مختلف المشاريع،
ونقطة أخرى أراد أن يغذي روح التبليغ لدى الشعب المواطن الجزائري، وقال له بلي أنا نضمن لك نقدم لك يعني الحماية من الانتقام من طرف هذه المفسدين. لذلك أعتقد أن هذه التعليمة أتت لتؤسس روح جديدة في الجزائر الجديدة التي تبنى على أساس مكافحة الفساد بمختلف أشكاله. صحيح أنه عندنا هيئات، صحيح أنه عندنا هيئات لمكافحة الفساد كما قال، وعندنا مجلس محاسبة وعندنا رقابة مالية، وأحيانا هذه الهيئات لا تكفي. سأعود إليك أستاذ عوالي متابعينا الكرام وسنواصل بقية النقاش لكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام لاستكمال بقية نقاش الظاهرة نيوز ومباشرة مع ضيوفي الكرام من الاستوديو المركزي من الشروق الإخبارية. أعود إليك أستاذ بلال عوالي وفي كلمة أخيرة وعلى هذا الإجراء والذي أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرة ثانية عن نهاية عهد التبليغ بالرسائل المجهولة، ربما نتحدث عن الجانب الإيجابي وماذا ستقدم هذه التعليمة للاقتصاد الجزائري. ستعطي يعني بادرة للمسيرين أنه الدولة الجزائرية تحمي المبادرات. يعني كان هناك تخوف كبير من المسؤول، كان هناك تخوف كبير من أنه يمارس المهام تاعه في سياق حماية القانون. يعني خاف أنه هناك أي شخص يحقد عليه سواء له مصلحة في العمل أو غير ذلك يقوم بكتابة رسالة مجهولة تتم يقوم من خلاله بمتابعة قضائية. حتى أنه للأسف الشديد كان هناك أشخاص ذات كفاءة يعني سواء من الناحية الاقتصادية أو الإدارية تخوف من تقلد أو تبوأ مناصب جراء ذلك. لذلك أعتقد أن التعليم التي رصدها رئيس الجمهورية أعطت انطباعا جديدا للجزائر الجديدة، أن الجزائر مع مكافحة الفساد لكن في ذات الوقت مع حماية مسؤوليها مع حماية مسيريها لبناء اقتصاد جديد، اقتصاد بعيد عن كل التخوف واقتصاد مبني على روح المبادرات وعلى ممارسة مختلف المصالح، مختلف إقامة جميل. مختلف الصفقات التي تعنى بخدمة الاقتصاد وبصالح الشعب الجزائري. جميل، جزيل الشكر لك أستاذ بلال عوالي، أنت كأستاذ في الاقتصاد على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا، جزيل الشكر لك. عودة للأستوديو وضيوفي الكرام، ربما هنا أعود لك يا أستاذ مسلم خديجة والحديث عن نقطة مهمة جدا واجب أن نركز عليها وبهدف تنوير الرأي العام. هناك قضيتين وجب أن نؤكد عليهم، هي التمييز بين التبليغ عن فشل مسير لمؤسسة اقتصادية والتبليغ بقضايا فساد أو قد تكون في بعض الأحيان جرائم فساد. طيب كيف نميز بين هذه النقطتين بالذات؟ في خطاب السيد رئيس الجمهورية تأكدت من توجه سياسة جنائية جديدة وهي في عدم تجريم فعل التسيير لا ديبيناليزاسيون دو لاكت دو جيستيون، لأننا اليوم لو كان كل أفعال التسيير ينالها الوصف الجزائي والتكييف الجزائي ويولي كل موظف كل ما يجي يدير مبادرة ويخطأ فيها ونقولوا له راك ارتكب جريمه من جرائم الفساد او تبديد الاموال العموميه، ترانا لا نرى حتى الكفاءات تاتي لتبويب هذه المناصب. هذا من جهه. الجهه الثانيه الاتجاه لهذا الامر راح يجعلنا نميزوا بين امرين، انه ياتينا موظف عمومي غير كفء غير قادر ليست كفاءه لتسيير مؤسسة عمومية وتسيير منظومته الاقتصادية أو منظومته الخاصة بالمؤسسة تاعو، وعندنا ذاك الموظف الذي يأتي ليجعل من وظيفته هي مكسب له لتحقيق المزايا الغير المبررة له وللغير. إذا مشينا نحو هذا الاتجاه حول عدم تجريم الأفعال نتاع التسيير، راح نفتحوا باب نقضوا به على الرداءة في العطاء، راح نقضوا فيه على اعتلاء المناصب بالمحسوبيه وبالمعرفه، راح نتفاداوها، انما اصحاب الكفاءه هما اللي راح يتولوا هذه المناصب، وبالتالي راح نمشوا في اطار اننا نمدوا المؤسسات التي يعول عليها في الاقتصاد ان تسلم بين ايادي موظفين قادرين على تسييرها. ايضا الحفاظ على هذه الموظفين من كل أساليب
الضغط التي قد يرونها من جهات أخرى. طيب. وبالتالي رح يكون هذا الموظف في منأى عن كل الابتزازات التي قد تقع له داخل المؤسسة أو من خارجها. إذن حتما الشخص الذي يأتي وهو ماهوش كفء ولا جاي يدير يعني لي زافير في 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 المنصب نتاعو حتما سوف يبتعد عن هذا الالتحاق بهذا المنصب. من جهه اخرى إذن من جهه هذه ماذا انتظر؟ طيب. انتظر ايضا النص القانوني، لانه مجرد التعليمه ما نقولوش بهينة هذه التعليمة، إنما الرئيس الجمهورية يوجه السياسة الجنائية للبلاد، يوجه السياسة الاجتماعية للبلاد، وعلى أصحاب الشغل هم اللي قدموا ويقترحون النصوص القانونية التي من شأنها أننا نقدر نفعل تعليم السيد رئيس الجمهورية، ويجد القاضي نفسه أيضا مرتاح عندما يجي يتابع شخص أو يترك هذا الشخص في حرية أن يجد النص القانوني هو الفيصل ما بينه وما بين المواطن. في انتظار التقنين وفي انتظار النص القانوني، بالمقابل أستاذ أمين بن كراودة، هناك نقطة مهمة وهي الضمانات التي تعطى للمبلغين والتي وجب ربما إطراؤها. ونتحدث من جهة أخرى أنه حماية المسؤولين والإطارات بالدولة، هل من ربما قوانين رادعة لمحاربة الفساد؟ بما أننا نتحدث عن محاربة الفساد وإعطاء ضمانات للمبلغين هو أكبر باب يدل على محاربة الفساد وعلى مساعي رئيس الجمهورية على ذلك. شوف، هو أفضل مثال ما احتد به الدول المتقدمة، هي أفضل طريقة لحماية الاقتصاد الوطني من خلال المبلغين يقدر يكونوا مأرب المتسربين كما أشرت أنفا في قضايا المخدرات. لكن كاين نقطة مهمة التي جاء بها التعليم التي جاء بها رئيس الجمهورية، من الشق القانوني هو فرق بين الخطأ الإداري والمسؤولية الجزائية. هذه الفكرة العامة القانونية التي يجب أن نستشفها من تعليمة رئيس الجمهورية التي سوف تترجم مستقبلا عن طريق نصوص قانونية بما فيها أن يكون نصوص تخص المبلغين. هذه التعليمة سوف تعطي دفعة جديدة للاقتصاد الوطني. لكن نقول لك حاجة، دي هي الفكرة العامة في كل هذا، هي يجب أخلقت فعل التسيير. يجب أخلقت فعل التسيير لماذا؟ لأن النصوص القانونية لا تكفي، النصوص القانونية لا تكفي، وأنه يمكن للمسير أن يحترم القانون ويختلس الشركة. وتجيب الأوديتور الكفء في العالم ما يقدرش، ويمكن أنه شخص يخالف القانون لحماية الشركة في بعض الحالات. طيب جميل، أستاذ أمين بن كراودة محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، جزيل الشكر لك على تحليلك ونقاشك. أستاذة مسلم خديجة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، جزيل الشكر لك على تحليلك ونقاشك. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لضيفك أيضا. متابعينا الكرام، نهاية نقاش الظاهرة نيوز، لكن أخبارنا متواصلة بعد الفاصل.